السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوان الكرام في هذه الحلقة الجديدة. إن شاء الله سوف نشرح لكم كيف نقوم بإنشاء حساب على موقع لينكدين، موقع خاص بالتواصل الاجتماعي، موقع خاص بالأعمال وكذلك الوظائف وغيرها، كذلك لنشر المواضيع وخاصة لمستخدمي كما قلت الذين يشتغلون على الانترنت، فهذا الموقع يناسبهم بصفة. كما قلت، فبالنسبة للموقع فتأسس سنة 2002 وبدأت شهرته سنة 2003. موقع كما قلت لكم فهو مختص في كما قلت البحث عن العمل، كذلك إنشاء تقوم بنشر فيه مواضيع، كذلك مجموعة من التفاصيل. كل هذه الأشياء إن شاء الله سوف أضع لكم مقال سوف تجدون فيه جميع التفاصيل. الآن دعنا نقوم بشرح كيف نقوم بإنشاء الحساب. في البداية هناك لديك خياران، سوف تقوم بالدخول إلى هذه الصفحة كما تلاحظون معي الآن هنا، سوف تقوم بالنقر هنا للانضمام الآن. جيد، هنا حقق أقصى استفادة من حياتك المهنية. كما تلاحظون يقول لك قم بإدخال بريد إلكتروني، سوف تقوم هنا بإضافة بريد إلكتروني. للإشارة فقط إخواني الكرام، بالنسبة للبريد الإلكتروني يجب أن يكون هذا البريد الإلكتروني يشتغل، يعني حتى تتلقى رسائل وكذلك إن فقدت الحساب يمكنك أن تقوم باستعادته. وهنا تقوم بإدخال كلمة سر. كلمة السر تتكون من أحرف وكذلك رموز وغيرها. كما تلاحظون الآن قد قمنا بإدخال كلمة سر. كما قلت هنا سوف تقوم بإدخال البريد الإلكتروني كلمة سر، بعد ذلك سوف تقوم بالنقر على الموافقة للانضمام. كذلك لديك هنا المواصلة باستخدام جوجل. إذا كان المتصفح الخاص بك قد قمت بتشغيل أو حسابك على جوجل أو جيميل مفتوح على المتصفح، يمكنك أن تقوم بإنشاء الحساب من خلال هذا الخيار. لديك خياران، الخيار الأول يا إما أن تقوم باستخدام بريد إلكتروني وكذلك كلمة سر، أو يمكنك استخدام كما قلنا جوجل. سوف أقوم بالنقر هنا على الموافقة والانضمام. هنا يقول لك قم بإدخال اسم الشخصي الخاص بك، سوف أقوم بإدخال الاسم الخاص بي. ثم بعد ذلك هنا الاسم الأول ثم الاسم العائلي، ثم تقوم بعملية الاستمرار، نقر على الاستمرار. كما تلاحظ هنا دعنا نقوم بتحقق أمني، المس الصورة الموجودة في موضوعها الصحيح، ثم ننتظر قليلا. وهنا سوف يطلب منك أن تقوم بإدخال مثلا رقم الهاتف الخاص بك على سبيل المثال، سوف تقوم هنا بإدخال رقم الهاتف الخاص بك. سوف يتم إرسال لك رسالة أو رمز التحقق لتسجيل الدخول. على سبيل المثال سوف أقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بي، ثم بعد ذلك سوف أقوم بعملية الإرسال وفي انتظار التوصل بالرمز. جيد، توصلنا بالرمز الآن، سوف نقوم بإدخال الرمز الذي هو 88، ثم بعد ذلك 74، ثم 15 بهذا الشكل، ثم نقوم بعملية الإرسال. في حالة ما لم تتوصل بالكود يمكنك إعادة إرسال الرمز عبر رسالة نصية قصيرة. نقوم بعملية الإرسال بعد أن توصلنا بالكود، ثم ننتظر لبضع ثواني ثم يتم إنشاء الحساب. فالعملية والطريقة لإنشاء حساب لينكدين فهو سهل ورائع جدا. فقط يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بها، وإن شاء الله سوف تتمكن بإنشاء الحساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. هنا يقول لك مرحبا ميد، دعنا نبدأ ملفك الشخصي، تواصل مع الأشخاص الذي تعرفهم، تفاعل معهم وشارك في نقاش الأمور التي تهم بها التي تهتم بها. مثلا هنا الدولة، هنا تم ذكر كما قلت تم إعطائنا العنوان التالي، هنا المنطقة أو المدينة،
على هذا الشكل، تختار هنا المدينة ثم تختار هنا التالي، ثم تنتظر لبضع ثواني. هنا يقول لك سيساعد ملف الشخصي في الوصول الأشخاص الجدد وفرص المهنية المناسبة. أحد مسمى الوظائف مثلا مدون، نوع الوظيفة. هنا سوف تختار اختيار واحد مثلا تدريب، أنت لك الحرية في عملية الاختيار. أنا فقط قمت بهذه كتابة هذه الأشياء كما قلت حتى نقوم بإنشاء الحساب. أنت سوف تختار الأشياء التي تهمك، وكذلك تقوم بإضافة كما قلت الأسماء المناسبة لك. جيد إخواني الكرام، هذه هي الرسالة كما تلاحظون معي هنا. الرمز تثبيت الخاص بك كما تلاحظون، هذا هو الرمز. هنا يمكنك أن تقوم بالنقر على هذه الرسالة فقط، سوف يتم تأكيد الحساب الخاص بك دون إضافة الكود هنا، أو يمكنك أن تقوم بتحميل الكود بتعمل له كوبي بهذا الشكل ثم تعمل له هنا كنترول في بهذا الشكل، وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بالنقر على موافق. كذلك هنا سوف يتم الدخول إلى الحساب الخاص بك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. كما تلاحظون شكرا على إنشاء حساب، يرجو إدخال الرمز وانقر فوق الزر أدناه لتأكيد البريد الإلكتروني. فهذه الطريقة إخواني الكرام لإنشاء حساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. كما تلاحظون هل تبحث عن وظيفة جديدة، يمكننا مساعدتك في استعداد للبحث وتكون إجابتك خاصة بك. جيد، بعد أن قمنا بتأكيد الحساب بواسطة الإيميل، الآن سوف نقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بنا. نرجو الانتظار لبضع ثواني. كما تلاحظون إخواني الكرام هذا هو الحساب الخاص بنا الذي قمنا بإنشائه، وهنا يمكنك أن تقوم بمشاهدة البروفايل الخاص بك، وهناك العديد من المعلومات يمكنك أن تقوم بإضافتها من خلال البروفايل الخاص بك من أجل التعديل على البروفايل الخاص بك. كذلك هنا يمكنك أن تقوم بإضافة أشخاص آخرون أو متابعين للحساب الخاص بك، وهنا يمكنك أن تقوم بالدردشة مع الرسائل أو مع الأصدقاء. هذا هو البروفايل الخاص بنا، يمكنك أن تقوم بإضافة مزيد من التفاصيل حول الحساب الخاص بك. فكما قلت طريقة وكذلك الموضوع لإنشاء حساب كما قلنا على موقع لينكدين سهل وبسيط وكذلك رائع جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.